أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: إذا رأيت امرأة متكشفة في السوق، ما الطريقة الصحيحة لنصحها؟ وهل إذا أنكرت بقلبي ولم أنكر بلساني أأثم؟ وجزاكم الله خيرا. أنت لن تستطيع أنك في السوق كاشفات لوجوههن، ما تستطيع أنك تنهى كل واحدة على حدة، لكن إذا كان هناك وعظ عام وتذكير عام، أو تبلغ من لهم سلطة على السوق ليعالجوا هذه القضية فاعمل هذا. أما أنك كل امرأة توقفها، والنساء كثيرات والسهور كثير الآن، لكن عليك بالوعظ والتذكير العام، أو أن تبلغ من لهم سلطة على السوق يعالجون هذه القضية. نعم.